مولاي احنا غير قربنا للصطاد شفنا الغاش عم بالنا جاو يرحبوا بينا حتى ونشوفوا قلت جابوا لوكا فوق راس حميش مسكين جابوها لي ديريكت فوق الراس توجع مولاي مزيه مزيه كان صافي معنا درنا نخرجوا معاه مولاي انا نقول نخلطها جنرال بلاقل بلاقل ما تقلقناش كيفاش ما نتقلقوش يا الوزير كيفاش ما نتقلقوش كليوباترا تقولنا رواحه عندي وما تخافوا والو وحنا كي نلحقوا عندها لقى الشعب تاعها يطير علينا وكسروا لنا كاع القافله ديالنا بلا حجر وكي نقول لهم ورانا سيكوريتي يا الفرعنه زادوا يطير عليا فجروني هنا وانتم واش درتوا باش رموا عليكم الحجر ما درنا والو في الطيران ما خلوناش قال لعبوا وزيد حتى ذاك الربيت كان معاهم جي نديرتوش يطيحوا عليا بالسقله وزيد في الليل زكارة داروا لنا سواري قدام الخيمة تاعنا خلوناش كاع نرقدوا وانت نعمان واش عندك تقول مولاي كيما قلت لك من قبل ربحنا فريق وفيها خير ان شاء الله فيها خير مولاي يضربونا يفلقونا يسيلونا دمنا ويزيدوا يربحونا وتقول لي خير انا كي بعدكم باش تمثلوا المملكة العاشورية معناتها هاد الناس تحدوا حدودهم على خاطر كي دناو ليكم أمد النولية هذا الفراعنة هذو راحين يخلصوها غالية مولاي أنا نقول الحرب الكرة يا مولاي لازم الفطار مولاي ما كان لا روح رياضية لا والو الحرب 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 سكتنا جنرال مولاي مشي على جلدة من فخا راحين نديروا حرب كيف ما نديرش حرب وش راح يقول التاريخ يدلنا وللفريق العاشوري ونسكت ولا ماني ساكت وش بيه نهضر ونخلطها كاع والله بريمير فوا عنده الحق جنرال فارس نشكرك على كل حال هذه الفكره ما كان لا روح رياضيه لا والو تخلط مش واحد فيكم راه يحب يعارض على الهضره تاعي حاشا مولاي ايوا حنا كاع كونتر الروح الرياضيه ديجا هذيك كليوباترا راني نسالها لها هذا شحال شحال بزاف مولاي نصدموا عليهم نخرجوا لهم خرجه من الكسر غادي ما يفهموا والو بابا مولاي واش بنتي ربحونا بالجوع انا مالي ما يحشموش صح انا كنت على بالي بلي راح نخسروا انا فيني بصح ماشي بالضرب يما لكيت بلاونا لازم نديروا الحرب جيش تاع على هذيك اللي راني دايرها للنارينيو هذه انا نقول باللي مولاي تي عندها الحق ايه على بالي انا عارف انا عارف وزيد عندنا بزاف ما تدلاش حرب الحرب 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 هذا ما تعلمنا مولاي على بالي بلي حكرونا ضربونا ونسينا بلي ربحونا على خطر الخسارات وجع اكثر من الضرب والفراعنة كي ربحونا في التيران راهم يديفيلو وانت مولاي على بالي بلي تحب تقلف الطار وعلاش ما نخلفوش طارنا في التيران نعرضهم يجيو يلعبوا في المملكة نتاعنا جيستم هذه اللي راهي في راسي انايا كانت تطبخ وعلى ذيك كنت معول نقول الفارس باش يوجد الجيش وعلاش يا مولاي ماشي هكذا اللي تفهمنا لا 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 كانت مخصوصة في نيسيا وانا حبيت باش ناسوري مالا لازم الجيش يروح معنا باش هكذاك نربحو سير بابا انا هاد الماتش متقول لي والو لازم نلعب بنتي مش بيك مركعين هكا حركتين على بالك ماتش واعر قيرة يا محقلك هاي فيها الحجار فيها الأهرامات فيها فرعون فيها جماعة كبيرة هاي تعدوش بتدخلي استاد خلي بنتي تدخل استاد يقسموها على أطراف طرف ولا شوفي تنداري إن شاء الله في استاف تكنيك هكذاك تقيمتك خير فوالا هكذاك دوك نزيد أنا نبعث ميساج لكليوباترا واش قلتي نوري نعم مولاي دوك توت سويت بعث ميساج لكليوباترا ولا راهو يقول لك عاشور العاشر إذا كنت أنت مراجل تجي تلعبي هنا في المملكة تاعنا حاضر مولاي ما أنا نلعب تعرفي تلعبي دماغات مشتي تيري كورنر تجبي كش واحد تعطيها بتيفون تتريبلي شفتي بنتي راكي أورشة والظاهر إنه العشوانيين دول عمرهم هيتعلموا يلعبوا كرة ده كان أسهل ماتش شفته في حياتي مولاتي مولاتي
دي رسالة من السلطان عاشور العاشر. الله، هو اللي عينه يبعت رسالة كمان؟ طب شوف يقول فيها ايه. يا كليوباترا، زعما درتوا معانا الهدى، ضربتونا هجرتونا وربحتونا، بالصح معلش احنا ما نرونديوش. انا السلطان عاشور العاشر ننفيتيكم. ايه الكلام ده؟ على ماتش في مملكتي. مولاتي انا مش عارف هو بيقول ايه، بس اللي فهمته هو عايز يلعب لنا ماتش كورة تاني. اعلمكم مولاتي، مملكة عاشور اصلا ما فيهاش ملعب. ايه ده؟ هو عايز يخسر مرة تانية ولا ايه؟ وبعدين احنا عملنا لهم ايه علشان يعملوا فيها مظلومين؟ بص يا وزير، انت هتبعت لهم رسالة وهتكتب لهم فيها الكلام ده. ايه؟ وش هيتقول ثاني؟ راهي تقول اهدى يا عاشور، انتوا ما كفتكمش الخسارة، احنا قبلنا نلعب لكو المقابلة، بس احنا عايزين همولي، بس احنا مراهمش عايزين يلعبونا في مملكتنا عشان ما عندناش ملعب. استاذ مولاي، هذيك كليوباترا ما تختشيش على نفسها، يضربونا يشيلونا دمنا ويزيدوا يربحونا وما زالت تزيد تحل في فمها، ما تحشمش. كيفاش هذا الملك عاشور العاشر ما عندوش استعداد؟ هذه وقيلة مهبولة. هذا في الحقيقة مولاي ما عندناش استعداد. توا وقيلة راك معاهم انت. أنا مانيش فاهم وين كنا نونترينيو احنا. كنا نونترينيو في أرض سلفها لنا فلاح كان يغرس فيها البطاطا. أنا في رأيي لو كان نروحوا نلعبوا في الصطاد تاع ملك الحبشة. ملك تاع الحبشة نقول لك صح، أنا وليت نستحي منه. دي جرى ويسال لنا الدراهم، والراجل يا صاحبي بزاف هو يدير فينا في الخير، قال لك لا تكثر على الملوك لا يملوك شوية. صحيح حبك بزاف يا مولاي. شوف نوري. نعم مولاي. توت سويتا. ابعث حماماس لكليوباتر قول له بلي رانا واجدين باش نلعبوا لهم الماتش. حاضر مولاي. وزيد ابعث حماماس للملك تاع الحبشه قول له بلي عاشور العاشر راهو جايك ضيف هذا اليامات، والزيت راح تكون عليه حتى باش يدهن بها. حاضر مولاي. تعجبني كي تفكر يا مولاي، وعلى بالي بلي راك تفكر باش نبعثوا لي سيبورتير راهم يستناو برا باش يسندوا الفريق. هذه كنت نفكر فيها مقبل، انا اللي خدمتها لي كليوباتر. صافي نقول لك حاجه، لازمك توجد باش الجماعه كاع يروحوا بر بحر وجو. جو قلت جونا او هذه مسمى الحق بالعشاء مولاي. هذا الماتش راح يكون فايده للمملكه، هكذا ندخلوا الدراهم تاع الفواياج. ما كان لا دراهم لا الفواياج. هذا الماتش راح يكون تاريخي. الماتش هذا إن شاء الله الجماعة تاع المملكة ولي سيبورتور كامل يروحوا باطل. عاشور العاشر دخل الفوطار، عاشور العاشر دخل الفوطار، عاشور العاشر دخل الفوطار، عاشور العاشر دخل الفوطار، عاشور العاشر. يا سكان المملكة راني فهمتكم، راني فهمتكم. حقرونا حقرونا الفراعنة. ما كاع على بالها باللي حقرونا وضربوا لي جوار تاعنا وسيلوا لهم الدم. الحرب. اسمع مولاي، انا تبان لي راهي الحاله تاع حرب. الحرب. القيره. انا راه معلاش عرفت راك جيت لهم. على بالك باللي هما هذوك بلا والو يديروا حرب. راكم حابين تديروا حرب. يا سكان المملكة معليش نديروا حرب بس ماشي بالسلاح، نديروا لهم حرب في التراب. يا سكان المملكة لازم تديروا في بالكم بلي راني بنيت بون اير تاع الارض ديريكت للحبشة. بالنسبة للعواد تاعكم والجمال فيريفيو مليح باش ما تطيحوش اون بان، لازم تكون ريفيزيون جينيرال. الفواياج والماكلة برعايتي انا. الله اكبر. وان شاء الله توما منها تحويسه
ومنها كي تعاودوا توليو توليو بلا فيكتوار. الله أكبر عاشور العاشر، الله أكبر عاشور العاشر. كما قال الشاعر تاع البحارة، جيبوا هاي الولاد إن شاء الله يا الولاد، جيبوا هاي الولاد إن شاء الله يا الولاد، جيبوا هاي الولاد إن شاء الله يا الولاد. شكرا وألف شكر يا أستاذي، شكرا وألف شكر يا ولدي. فهمت شرف فيا، هاد المرض ما جاش كاع في وقته. المرض مسكين يجي، المرض يجي ويروح، واش عن بالك انت المرض راح يعطي لك رونديفو راسه. ويا شحال تتوسوسي. هيا قولي لي. أني مليح هكذا. مش عارف اش راك تزقد في روحك. راك رايح تفرج ماتش بركا. كي تفرج ماتش كيف حبيتي روحي مقطع حوايجي؟ يقول لك مرتو ماهيش مطها ليا فيه. هكذا أو موا باش نكون بريزونتابل. بريزونتابل. تاني شوف فيك هاد اليامات، هذا ميساج، هادي برية، هادو حمامات. وراك رايح معاها تشوف الماتش. دوك كليوباترا الى عرضت حباباتها ودخلت الوسط راح ندخل روحي فيها انايا. راسها يرحم بابك سوري سوناب. انا يا ليسونسيال راني رايح باش نوقف مع لي جوار توعي. مولاي عاشور العاشر. الله يرحم مولاي بعلم تاسح. امين. وخالتي بهجه ثمنه. امين. ديني نلعب معاهم. تعلمت ندير كوتشيسو. وتعرف دير الغراس. سكان المملكة، أنا راني حالف ما نعودوش نوليو من الحبشة غير ولينا رابحين. وكما يقول الشاعر 1 2 3 فيما أشريك. أنا مبسوطة قوي وأتمنى إن المقابلة دي تعدي في روح رياضية إن شاء الله. بس أنت مملكتك بعيدة وجبت جماهير كتير. يا كليوباترا مش قضية بعد، هذه قضية كيفاش الإنسان يقف مع الفريق تاعو، خاصة كي يولي لدارو بالدم ومفلق ومكسر له القافلة تاعو. آه بس هم استفزوا بعض المناصرين وضربوهم بالطوبة غلط، والحمد لله رجعوا لمملكتك سالمين بالدم. بص يا عاشور، احنا عندنا روح رياضية، والدليل على كده اننا جبنا معانا اغلب الجماهير من الفنانين علشان يشجعونا. صار عليك ليوبال، علاش هادو شكي تشوفي فيهم؟ هادو كلهم فنانين، احنا عندنا الشعب كله فنان. شو كفروا يغني كفروا يعبر، هادو واش تسميهم في المسبة؟ هاي يرحم بابك ذوك، هذه راطيها هذه يا اخي بدماغ يشك غراس وهكا لداخل. واش هم ياكلوا في النخال هذوما؟ واش نضرني ولا واش؟ قلت لك بابا، قلت لك خليني ندخل نلعب. على بالي بلي غير ندخل للماركي. ما تزيدليش يرحم بابك، هذه تاع ندخل للماركي نحام بالك. خلينا نشوفوا الماتش. ما تزعلش يا عاشور، احنا هنفوز بالماتش ده. راكم تفوزوا بوعد البلاد، هذا الماتش لينا كليوباترا. ما تبقاش نرفي فيا يرحم بابك كليوباترا. ان شاء الفنانين تاعي راهم منرفين من هذا الفوتبول هذا اللي انا نلعبوا فيه. ما تزيدليش. شوفي واش بدا. واش كاين فارس؟ انا بس ما واش كاين مولاي. انا فهمت، هادو واقيلا باغيين يديروا الحرب. الحرب يا مولاي الحرب. انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ ده بس الشوط الاول. الحرب فارس الشوط الاول كان عليها برهان. دي كوا نسيتها كليوبات. احنا رانا غير نكسروا باك شتي، احنا شحال فنانين على بالنا بلي الشوط الاول. كليوبات سامحيني نغيب عليك واحد شويه، دوك نرجع لك. لي
الفنجان ما تقلقوش بلادي ما تقلقوش على بالي بلي كان شويه رطوبه شويه حراره جاتكم صعيبه شويه بريمير ميتون في الدوزيام ميتون ان شاء الله نديروا اللي علينا وكما على بالكم رانا ربحنا فريق وروحوا غير بالعقل روحوا غير بالعقل بلادي الدوزيام ميتون روحوا غير بالعقل ياك مولاي ربحنا فريق هذا واش راني نسمع انا غير ربحنا فريق ربحنا فريق انا اللي حاب نربحو ماتش ماشي نربحو فريق بريمير ميتو يا صاحبي ما درتو والو راكم داخل طالعين حابطين عرض اشياء يا سيدي زيرو زيرو بعد بريمير ميتو تبهديله بيت ما كاش انا شبعت عليا ضحك انا كليوباترا في لي تريبيون راكم مش تخمو بلي الملك تاعكم راه يتفرج فيكم باش تطلعوا له راسو حبيتو تحبطوا له راسو ها واش لا تكتيك هذه اللي درتها انت ها كاع في لا ديفونس مولاي راهم كاع رقم 10 ما صابوش روحهم كاع كيفاش يلعبوا واش دخل لا ديفونس في رقم 10 انا انا واش يكون مولاي 10 العاشر مولاي 10 العاشر واش معناتها معناتها الا 10 كاع 10 احنا لا تكتيك اللي درت هذه قرعه انا بنقولها لك نعمان كي شتك هكذا والشلاغم وكذا خلعتني انا قلت بالك ماشي موحد دير ديكا يا صاحبي ما درت والو انت نبدلوا لا تكتيك نديروا اربعه لور اربعه في الوسط وزوج في لاتاك بيان سور تسجل هذه نورمالمون تسجل هنا ماشي هنا في الدماغ 4 4 2 هذه ميثود انا على بالي واش راني ندير واش مك واش مك انت مازال واش مازال مازال ما سماوكش مازال ما تماركيش مازال ولا اسمك صح مازال يرحم بابك ماركينا يا مازال بيت يا سيدي والو اورجو مولاي ديزولي انا اللعب تاعي ماشي افونسونت ندي لي جوان ونلعب بلا بالون وحنا جبناك تلعب بالبالون كيفاش تلعب بلا بالون الا حبيت تلعب بلا بالون روح لعب في داركم بلا بالون دوزيام ميتون ترفدوا لي راسي باسكو كليوباترا هي من اللي بدا الموش يضحك ما ديروناش به داير يرحم والديكم هذاك مولاي هذاك اللي كان يلعب هذاك ورا هذاك وين مليح يا خويا هذاك الطفيل مليح كان في لي زونترينمون لاباس ينقز كذا ورا انا مولاي ورا مبليسي مولاي يا سي من رجله مولاي في لي زونترينمون طاحنا هاوليك مولاي جا جا واش راك؟ راك حاب تلعب؟ وي وي جو جوي مي لا بليسيور وين لا بليسيور تاعك هذه؟ اغوش هاي الحمد لله سركت انا قلت بالك لا دروات هذه تاع لا غوش سهله هذه دوك نشوفوا مع برهان يدير لك شويه دوال احمر تدخل تنقز مع صحاب ها؟ تدخل؟ واجد واجد هاي سبع هاي هذا مليح هذا بليسيور في لا غوش مخليه مريح قول بنادم ذاك نحي مازال وندخل أيوة ما فهمتش لا ديسيبلين راك دايرها أنا في اللي جوا راني يدخلوا الوقت اللي حبوا يخرجوا الوقت حتى والله ما فهمتش كاع وين كان هذا مش هكا دايرين في التحليل ذوك أنا قدام اللي جوا بابا ماشي كيفاش كانوا يلعبوا شتهم على بالي انا جيت باش نلعب انا اليوم ندخل على بالي بلي غير ندخل نماركي ما تدخلي ما تدخلي دبر راسك بابا تخمي عبد الله يرحم بابك هذه تاع ندخل نلعب هذه غير نحي من بالك يرحم يمك خلينا ترانكي دوك الا باش تعاونيني تطلعوا المورال اللي جوار صح بصح باش ديري تبادل قدام اللي جوار هذه ما نقدرهاش بابا كان طلع لك المورال حبيتوش تحشموا واقيلا راني شفتكم كيفاش كنتو تلعبوا واش راهم يلقوا لنا هنايا بون سمعوني مليحه سكان المملكه اللي جاو يشوفوكم سمانه وهما بيتين برا دونك لازم تربحوا الفراعنة راكم تسمعوا فيا سينو راني ما نضمن لكمش الروتوره دونك يا تربحوا يا تربحوا واش لازم ديروا نربحوا عاودوا نربحوا هكذا عجبتيني بنتي تعجبني كي نعجبك مولاي واحد يكون يهضر مع بنته ما تبغيش تخزر لهنا شوفي لي جوار تاعك مالا ان شاء الله تطلعوا لنا المرال دوزيام ايطون بينوا لنا حنت رجليكم هيا نتكلوا عليكم انت خايف تخسر يا عاشور؟ ها هو اليوم ربح لنا يا كليوباترا ولك صح وديريها مليح في راسك وفهميها كيما حبيتي اليوم تاخذوا طريحه
احنا الفريق بتاعنا فريق عريق، وكل الفرق اللي كانت هتربح خسرت وروحت تعيط. اليوم انتوا ما تروحوا بتعيطوا، دوك تشوفي لا ميثود كات كات كي يدخلوا. بابا على بالك درت هدا شابه كي دخلت عند ربو الحياه. بقيتك لا نعمان هذاك كونترينر يرحم بابك، هذاك على بالك كنت درت عليه اليوم نخدم تسعه كاع. اعطيلو اعطيلو تيريلو تيريلو. روح 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 تيري تيري تيري. ربحناكم يا فرعون. راني جبت لك الفلون تاع الشيكولا كالعاده. تفضل. راهي رعده؟ راهي ترعد مولاي. مولاي راهم مشاو للجوار تاع المملكه باش يهضروا معاك. يا ترى نقول لهم يدخلوا ولا نقول لهم راه مشغول؟ دخلهم كيف يا خا واش بيك؟ دخلهم بيان سور. مرحبا بكم. مرحبا بالسبوعة تاعنا. شرفتوا المملكه، طلعتوا العلاه. قولوا لي غير الخير. خير ما شقاكم. En fait les mots, on s'est donné à dents sur le terrain. C'était trop halal, wesh. On est très rif. Rif. Fier, tu comprends. Ah, le maghreb. On a trop khamam avec mes sahab là et on voulait voir notre histoire du cash. L'oseille, wesh. Moulay, راني فهمت. هادو جاوا على خاطر يمهم. انا كنت حاسب لعبته قلب. أنا قلت بالك هذو يعني باش يطلعوا الإعلام. ياك خلصناكم. ماشي لقيناكم عواد بيض هكذاك باش تقدروا تبوجيو مليح. مي لي مو يلفو نو كومبخوندر كوميم، أون أغاني. أنت كراك تريكلامي على الدراهم. كش ما ماركيت؟ نو مازال. إيه شفت. مالك أنت مازال. يا مازال. لي مو اوسي محال.